عيب عليك يا باكر صولات، لا تشيمني ابن محلتي وكذا وصديقي وكذا، لا انا ما عندي صداقات ويا هاي الطبقه السياسيه اللي دمرت العراق، انت قيادي بالمجلس الاعلى، والمجلس الاعلى هو كان العنصر الاساس في كل الكوارث الدستوريه اللي حصلت، بالتنسيق مع المرجعيه، انا المرجع هو مسؤول او لا ما ادري، بس احمد الصافي، عبد الهادي الحكيم، علي الصافي، اضافه الى هما حمودي وعبد العزيز الحكيم، هم اللي كانوا بالواقع يسيرون مساله من ناحيه الشيعة الاسلامويين اللي استنكف انه كنت وياهم، بس انا كنت مشاكس، كنت معارض، صحيح بالبدايه مشيت وياهم، على بالي اوادم، صورت اوادم وصورت نزيهين، ثم اكتشفت الفساد البسيط، بالبدايه كان فساد بسيط، خلوا فلوس الحماية بجيوبهم، هاي نقلت إلي من مصادر موثوقة. اتهمت أنه الجماعة الإسلاميين كانوا يأخذون حتى الفلوس مالت الحماية تحطونها بجيبهم، باكر مثل السيد باقر جبر الزبيدي الجماعة يطالبونك بالدليل بهذا الموضوع وسيعتبرون هذه تهمة، هل لديك أمثلة أو دلالات على هذا؟ أجيب على كلام باقر صولار جبر اكثر ما نستغرب هالمواضيع، هذه بالواقع نقلت الي، ولما تكلمت ويا حيدر العبادي ما انكره الرجال، روح سأل حيدر العبادي، سالك ضيع الشيكات هي السؤال لو لا؟ جاوبت انت الجواب لو لا؟ جاوبني قال لابد عندهم مخرج شرعي، هذا جوابه كان عزيزي، بعدين هو بالحلقه الثانيه ياكد انه بالاولى او بالثانيه انه احنا اخذنا علني مو سري، وبعدين شو يسوي؟ يشتمنا، يقول سم الهارب بطونهم وبطون اولادهم، ويقول الله ينتقم منهم، اول مره تثبت انه اخذنا حتى الله ينتقم من عندنا. هو منو اللي سرق العراق غير انتم المجلس الاعلى وحزب الدعوه وحزب الفضيله والتيار الصدري، كل المتدينين الشيعه انتم، ثم طبعا سمحتوا للسنه ايضا ياخذون حصتهم وحتى يصير تستر متبادل. إذا ذاكم هم يبوقون يفضحوكم، فيا تعالوا تفضلوا التهم وخذوا حصتكم، يا كرد خذوا حصتكم، ها؟ الطبقة السياسية كلها فاسدة تقريبا يا حبيبي، وبعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور، الأستاذ وائل ما يدري بها هاي، إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها. بأشياء غير متفق بها ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بالأستاذ وائل هنا أنا بس سؤال اعتراضي، لكن المشكلة بالباب الأول سؤال اعتراضي هو أستاذ ضياء حتى تكمل، سؤال اعتراضي، اللي كتب الدستور هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة، شنو علاقة المرجعية؟ المرجعية شنو، حزب سياسي؟ أنا بالنسبة للجنة الأولى، لجنة كتابة المبادئ الأساسية، بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر، أي. لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا، اعتذرت، طلبها مرتين مني، اعتذرت وانسحبت كمقرر، بدأوا يجتمعون بدوني، همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55، 20 مره ارفع ايدي، ما ادري شو اسمه كان الدكتور حسين ما ادري ايش كردي متدين كان هو يعطي الدور، لما رحت عليه قلت له يا دكتور شنو القصه معقول ما تشوفني؟ قال لي والله اوامر، قال لي اوامر ان لا اعطى دور، ها؟ هذا الواقع كان